السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين جريدة يوسف، مرحبا بكم. احنا اليوم كنتواجدوا في مهرجان ديال ايمي غزر، صدفة تلاقينا مع الاخوان ديال التبريضة. اول حاجة غادي نتعرفوا مع الاخوان والرئيس ديال التبريضة، فمرحبا. مرحبا، شكرا على الاستضافة. ابراهيم دليزا مقدم سربط جمعية قردان للتبريضة والتنمية بحي ولاد علي جامعة قردان. احنا الحمد لله مولعين بهذه الهواية ديال التبريضة منذ صغر، ورثناها عن الأجداد ديالنا. الأب كان كيطب ورد، الجد كذلك كان كيطب ورد. الحمد لله معنا في سربا شبان كلهم عندهم واحد الهم ديال التبريضة وديال العشق ديال هذا المولود لا مادي. سربا كتكون تقريبا من 9 فرسان تقريبا، إضافة إلى رئيس الجمعية اللي هو الأب ديالي اللي كنشكرو عليه على هذه المجهودات باش يلم هذه السربا ويكون الأمور غادي الحمد لله مزيان. وكنشكرو الناس ديال حد إيمي غزر على رأسهم السيد سعيد شبوخ على الاستضافة وعلى التنظيم المحكم والرائع لهذا المهرجان وهذا المكر بتنسيز القابلة تنسيز نسندان. الحمد لله المهرجان كان ناجح 100%. الحضور كان اليوم جمهور غفير، وكان جنبات الملعب مضطدعة بآخرها. كان حضور متميز، وكانت أول نسخة كانت ناجحة. اليوم الأول كان ناجح 100%. كنشكر الناس اللي تعاونوا معنا على حسن التنظيم، على رأسهم السادة أعوان السلطة وقوات المساعدة على المساهمة ديالهم، والسيد رئيس المجلس الجامعي والسيد رئيس جمعية أهل الخير والسيد الحاج سعد شبوخ وكل كل جنود الخفاء اللي ساهموا في إنجاح الدورة. وشكرا على الاستضافة، شكرا لكم. مرحبا سي إبراهيم، شكرا لك. كما قلتي الجمعية ديالكم كاينة في القردان، ممكن تعاود لنا شوية على الجمعية ديالكم والأهداف ديالها والوقت اللي تأسست؟ هضر لنا شوية على الجمعية. الجمعية جمعية القردان للتبريض والتنمية بجامعة القردان دوار ولاد علي، تأسست سنة 2005 على يد السيد الرئيس محمد دليزا اللي هو الأب ديالي والسادة الأعضاء. هناك من غادر أيضا لبقاء منهم بشير كحيم، بعض الأعضاء الآخرين نسأل الله عز وجل أن يتولهم بمغفرته والرحمة. جمعية الأهداف ديالها هي المحافظة على الموروث ديال التبريضة والعناية بالفرص وبتربية الخيول وبتحسين النسل وتعليم الصغار ركوب الخيل وتعليمهم طرق اللعب بالبنادق وبركوب الخيل. كما تعلمون احنا الطريقه اللي كنعتمدوا في التبريضه هي الطريقه الناصريه اللي معروفه عند جميع البرديه. هناك طرق مختلفه لكن الجهات الوسطى كنلعب الطريقه الناصريه، وهذه من بين الاهداف ديال الجمعيه اللي هي تعليم ركوب الخيل وتشجيع الحفاظ على هذا الموروث اللامادي اللي كنعتبروه موروث عن الاجداد ديالنا. يعني نهار تزاديتي لقيتي الخيال في الدار؟ نعم، نهار تزاديتي لقينا العود في الدار. يعني كبرتي معاهم؟ كبرنا مع العود فعلا. ممكن تعاود لنا شويه في الصغر ديالك مع الخيل؟ اول مره بغيت نركب، انا كنركب ولكن اول مره بغيت نطلق على العود كنت تقريبا كنقرا في الثالثه اعدادي سنه 1999 تقريبا. مده دابا ديال دابا تقريبا 25 سنة هذه بدات انا كنركب. اول يعني العمر ديال 9 سنين تقريبا، العمر ديال 9 سنين تقريبا، ديال 10 سنين 12 13 تقريبا. وكانت من تما بدات الانطلاقة، وكانوا اضافة كان الاخ ديالي كيركب كذلك اللي هو الاخ الاكبر مني سنا والاخ الاصغر حتى هو كيركب، والعائلة كلها مولوعة بتربية الخيول. عائلة تأيد اللي زرع معروفة في منطقة القردان، وعائلة تأيد كاحيم كلهم معروفين في القردان تبريضة وتربية الخيول منذ القدم.
الحمد لله، يعني هادشي لقيتي النهار تزاديتي، لقيتي الخوي في الدار عندكم الحمد لله. بالنسبة للمهرجانات شاركتوا في بزاف ديال المهرجانات، عاود لينا شوية على المشاركة ديالكم مهرجانات. الحمد لله احنا هذا السنة شاركنا في عدة مهرجانات. أول مهرجان اللي شاركنا فيه هو مهرجان تيوت، جامعة تيوت، مهرجان ديال الواحة، هو كان مهرجان ناجح، إضافة إلى مشاركتنا بمهرجان المنظم بعمل التردد مدينة تارودانت، وأيضا مشاركة بمهرجان أولى التيمة المنظم طرف جامعة أولى التيمة. هذه المهرجانات كتنظم في كلها كتنظم في الإقليم، كنشاركوا فيها بالصربة ديالنا، كنديو الخيول ديالنا والخزانة ديالنا، كنشاركوا إضافة إلى جانب جميع الفرق الأخرى الموجودة في الإقليم. يعني عجبتني الطريقه ديال الخزانه، ممكن تعاون لينا شويه؟ عجبني هذا الديكور يعني تحت الخزانه، وجميع الاخوان ديال الصربه ديالكم مجمعين وتتعشاو مجموعين، تشربوا اتاي مجموعين، باش تحس بحال واحد الخرجه اللي هي سياحيه. حنا الحمد لله هذه هوايه ديالنا، ما طامعين فيها شي حاجه ديال ماديه ولا شي حاجه، حنا كنجمعنا هذا الحب ديال الخير للفرصه اللي معنا كلهم، كل هاد المنطقة ولا الدوار، حنا عائلة وحدة، كندخلو للمحلات ديالهم، كندخلو للمحلات ديالنا بحال الإخوة، كنحترمو بعضياتنا، كنتلمو بحال عائلة وحدة، أي حاجة كدرنا كنتشاركو فيها، كانت الفرح كنفرحو، كان الحزن كنحزنو كاملين، وكنمشيو لأي مهرجان كنتعاونو تقريبا واحد يومين ولا تلت أيام قبل، حنا كنوجدو للمهرجان باش نمشيو لأي مشاركة كنوجدو ليها. والدراري كانوا كلهم كيتعاونوا معنا، وكنشكر الجنود الخفية اللي كيتعاونوا معنا، اللي كيساووا معنا ماديا ومعنويا باش تبقى هذه الجمعيه مستمره. والحمد لله جميع الركاب كلهم ولاد الدوار، ولاد الحي، يعني عارفين محلاتهم وعارفين محلاتنا، وكندخلوا بين محلاتهم كذلك، يعني فريق واحد بحال الاخوه الحمد لله، وكلهم راه تبارك الله عناصر، كلهم كان اللي عنده شواهد جامعيه، كان اللي عنده شواهد تعليميه، كلهم كان اللي تبارك الله. يعني الفريق ديالكم فيه الصغار والكبار؟ فيه الصغار والكبار تقريبا. الحمد لله. فاش قلت لي السي ابراهيم يعني تتوجدوا، شنو تتوجدوا بالضبط يعني ثلاث ايام قبل؟ اول حاجه هو الخزانه، خصنا نوجدوا الخزانه هي الاولى، نوجدوا الفراش، نوجدوا المواعين اللي غادي نديو معنا، نشوفوا الخيول اللي خاصو استثمار نصمروا ليه، اللي خاصو السناح نوجدوا اللي خاصها شحال نتعاونوا معاه. استثمر الخير يعني كنغيروا لهم الحدوه ديال الخيول، يعني كنغيروا لهم الصفيحه ديالهم. الصفيحه ان العود كل شهرين كيربي واحد الحافر ديالو كيربي، يعني خصو يتعاود يتغير ديك الحافر ديالو، كيجي المعلم هو اللي كيغير ليه الحافر ديالو، كيدير صفيحه جديده. اضافه الى جميع اللوازم اللي كنحتاجوها في الموسم، من لباس كنحصلوا على لباس تقليدي اللي هو جلابه والسلهام والرزه والخنجر او السيف، اضافه الى لباس تقليدي اللي هو التماك اللي كلبسوا جميع البرديه، واللي خاصه شحال كنتعاونوا معاه والجمعيه الحمد لله راه كل شيء ميسر فيها الحمد لله. عندنا بنادق، يعني على شكل يبان لي على شكل تعاون، يعني كتعاونوا بيناتكم كاملين، يعني فريق واحد موحد، يعني كيكمل شي، لا شي كيكمل شي، لا عندنا شي حاجه خاصه واحد اخر كنعطيها ليه، هو هذا الخطه الخاصه شحال كنتعاونوا معاه. حنا ما عندنا حتى شي ربح من هادشي، غير هوايه كنفرغوا فيها الطاقه ديالنا، كنحسوا ملي كتركب على العود كتحس بواحد الراحه النفسيه، واحد الستريس ديال الخدمه كيحيد عليك، يعني متنفس ديالنا هو هذا. حنا ما كنمشيو ما كنسافروا، ما كنمشيو البحر، ما كنشوف قليل فاش كان. المهم حنا عندنا الموسم هو الكونجي ديالنا، هو الموسم. سي ابراهيم الا سولتك شنو شحال تياكل العود تقريبا يوميا؟ هو العود كياكل رزقه، حنا هذاك التقدير المادي انا ما كينفعش، كاين تقديرات تقريبا العود كياكل تقريبا واحد 40 درهم في النهار، 30 درهم على حسب كل لو وجه ديالو، لان كاين العود دابا كيكسبوا اللي عنده ولا اللي ما عندوش، كاين دابا الانسان ما فحالوش وكسب العود اللي كينفق عليه، الله اعلم داك الشيء كيقول الله تعالى رزقه كيسر فيه. كاين اللي كيصور مثلا 100 درهم في النهار كيقسمها مع العود ووليداته، كيتقدر العود كيتقدر وليداتو، خاصة في الظروف الأواخر ديال هاد السنوات ديال الجفاف، كلشي دابا غلا، العلف غلا، التبن غلا، كلشي من السوق، كان الإنسان
العود ما الهم ديالو ما كيفكرش فيه، لان كل شيء في الدار، كاين التبن، كاين الزرع، كل عام كيصيفوا الناس هاد الاواخر نظرا للجفاف وسميتو، ولا كل شيء من السوق. وداك الشيء الحمد لله، داك الانسان اللي كينفق على واحد الحيوان، واحد البهيمه، راه الله تعالى كيخلق لي داك الشيء، راه فيه الاجر وفيه حسنه. والعود كما يروى في واحد الحديث انه كيدعي لمولاه، عاود منك الصباح كيدعي لمولاه، حتى العصر عاد كيبدا كيدعي رزقه هو، عاد كيدعي هو اللي يطلب عشاء هو، هذا اللي كيعاود الناس ديال سميتو. هي الصباح يدعي لمولاه، ومن بعد العصر كيبدا يدعي له هو، والعود كيدعي كيقول اللهم اجعلني احب اليه من اولادي، كيدعي الانسان باش يكون هذاك العود هو احب الانسان من الاولاد ديالو. يعني دابا الانسان اللي عنده عود في الدار كيولي بحال ولده، الا جا للدار وما طلع العود راه ما غاديش يرتاح، حتى يطلع العود يشوف واش كل واش شرب واش خاصه شي حاجه، الا كان مريض اللي كيبقى فيه بحالو بحال واحد في ولاده، يعني ما غادي يرتاح. واحد الرابط بين واحد العلاقه بين العود مع الانسان، سبحان الله العظيم، لانه واحد الحيوان اللي هو معزز مكرم، والله تعالى كرمهم بهذيك، عطاهم واحد الصوره في القران اللي هي سوره العاديات، هذه راه صوره خصص الله بها عز وجل هذا الحيوان اللي هو الخيول، لانها ساهمت بواحد الشكل كبير في نشر الدعوه الاسلاميه وفي الجهاد على الاحصنه وفتح عده بلدان اسلاميه. وكما كان من قبل بعد الغزوات، كان الفارس اللي عنده العود كيكون عنده ثلاثة ديال الأسهم، كيوزعوا الغنائم، كيكون سهم ديال الفارس وسهمين ديال الفرس، واللي إنسان داك المجاهد اللي ما عنده غير على ما عندوش العود على رجليه ديالو، كيكون عنده واحد السهم ديالو، لأن العود عنده دائما واحد كيساهم بواحد القوة، واحد كيخلق واحد الشهامة، واحد الرهبة في العدو. ولذلك الله عز وجل خصصهم بهذه الميزة وبهذا التشريف على باقي الحيوانات الأخرى، لانه هو حيوان شريف. والخيل هي من الخيلاء، هي من الانسان اللي كيركب على العود، هي كتكون عندها ثلاثة ديال هي للبعض، هي كتكون اجر ووزر، او اللي كتكون اما اجر او لا وزر او لا او لا او لا الاجر، يعني الانسان اللي كيكسبها باش تكون في سبيل الجهاد تكون عنده الاجر في هذيك النفقه اللي كينفق عليها، وكل كيكسبها باش يكون يتباع على الناس ويبين التكبر والخيلاء ديالو على الناس، كتكون عنده وزر. وهذا بعض العلاقه ديالنا بالفرس وبالخيول. سي ابراهيم، صراحه اللقاء معك والحوار معك شيق، ممكن تعاود لنا شويه على الطرائف اللي وقعوا لك مع الخيول، خصوصا انت نهار تزاديتي لقيتي الخيول في الدار؟ ومن الطرائف، هو كان معنا واحد السيد في السربة، اللي هو من بين الحوادث اللي وقعت في هذا الميدان ديال التبريده، اللي واحد الحادثه اللي كانت أليمة صراحه، هي ديال المرحوم البشير كحيم، اللي تعرض واحد الحادثه انه البندقية كانت عامره وما رداش البال وخرجت ضربات لي العين ديالو تما، هذيك كانت واحد الحادثه حضرنا ليها، ما بغاش نسالينا هذيك الحادثه، لانها كانت حادثه صعيبه بزاف، لان الشخص فقد العين ديالو، دابا الله يرحمه ويوسع عليه، هذه حادثه اليمه بزاف للعائله ديالو ولينا كاملين. وشكرا. سي ابراهيم، صراحه كما قلت لك حوار شيق والحوار رائع، وحنا في واحد الجلسه اللي هي ممتازه في البيطون ديالكم والخيول مورانا. الجو ديما تتعيشون يوميا باش تكونوا خدامين، تتعيشون نفس الجو، احنا جميع المهرجانات هذا هو الجو ديالنا، كتديروا البيطون ديالكم، كنديروا الخزانه ديالنا، وكتكون جلسه عائليه، كنعمروا اتاي، كنجمعوا مع بعضياتنا، كتكون نفس
نفس الجو، نفس العائلة اللي كتكون، نفس المواسم كتكون نفس الجلسة اللي كنديرو فيها. شكرا سي ابراهيم، حياك الله. اخواني اخواتي، صراحه ما كرهناش نزيدو اكثر، ولكن لظروف احكام. كنشكر سي ابراهيم وكنشكر جميع الاخوان اللي شاهدوا الحلقه. تحياتي الجميع، الى الفرصه المقبله.